بوتينا. أهلا، صباح الخير. صباح النور بوتينا. لبس عليك. الحمد لله، على الله يخليك. أحبتي أنا غادي نقدم اليوم واحد الخبيز بالخرقوم والتحميرة. فيه 500 غرام ديال الدقيق. هاتي قلنا الخبز بالخرقوم والتحميرة. فيه 500 غرام دقيق. معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز. معلقة صغيرة خميرة الخبز. 330 ملل ديال الماء دافي. 300 شحال؟ 330. جوج معالق صغار ديال الملح. جوج معالق صغار ملح. 50 غرام ديال حليب بودرة. 50 غرام حليب بودرة. معلقة صغيرة ونص خرقوم. خرقوم البلدي. معلقة صغيرة ونص خرقوم بلدي. شوية البزار. شوية البزار. ثلاثة معالق صغار ديال التحميرة. ثلاثة معالق كبار تحميرة. صغار ماشي كبار. صغار؟ وي. رشيشة تكون تقيلة شي شوية من الشونية. رشيشة الشونية. بعدين نقبطو البول ديال الروبو ونخلطو فيه الدقيق والملحة والخميرة والماء وندلكو شي 10 دقايق. تنقسمو العجينة على جوج، الجزء الأول تنعملو له البزار والخرقوم والجزء الثاني تنعملو له التحميرة والشونية. نعم. نحاولو ندخلو العطرية مزيان وسط العجينة، بعد تنغطيو وتنخليوها ترتاح تقريبا شي جوج تسوايع حتى يضاعف الحجم ديالها. نعم. تنعاودو نديكازيوها وندلكوها ونزيد نخليوها تخمر شي ساعة أخرى. نعم. ساعة ونص. تنقبطو هداك العجين ديال الكركم تنقطعو على ست قطع. تنحربلو معلقة المول ديال الكيك ديال الطوست. نعم. الخبيز غنديروه في المول الطويل ديال الطوست. نفس الطريقة غنديرو العجينة ديال التحميرة حتى هي نقطعوها ست قطع. نعم. نساوية ونحربلوهم. غادي ناخدو المول ديال الكيك طويل نكونو دهنينو ديجا بالزيت ونبداو نالترنيو ما بين دوك الحريبلات ديال العجينة. غنديرو حريبي الأحمر وحتى هو واحد صفر وفوق منو واحد صفر وحتى أحمر وهكذا حتى نكملو العجين ديالنا. نعم. تنخليهم يخمرو ساعة، ثم كندخلهم للفران يكون ساخن ديجا على درجة 180، يطيبو تقريبا ما بين 40 حتى 45 دقيقة تيكونو واجدين. تيجي اللون ديالهم زوين وشكلهم زوين وتيجي في تحت ونقدروهم بالصحة والراحة أكيد إن شاء الله. شكرا ليك وكذلك الجالية المغربية المقيمة في باريس. غادي ناخذوا معنا سميرة من طلب.